أعلن طيران السليمانية أن فرقة ساهمت في إنقاذ 15 شخصا من الموت المحتم خلال الظروف الجوية في 2022 المنصرم، إضافة إلى المشاركة في 5 عمليات مساعدة لاعتقال متهمين. نبدأ معكم في الشهر الأول من العام المنصرم للحديث عن إحصائية النشاطات التي قمنا بها. فقد قمنا في شهر كانون الأول عام 2022 المنصرم بإنقاذ 3 أشخاص في جبل شنروي بعد تساقط الثلوج وانقطاع السبل إليهم بالطرق البرية. كذلك شاركنا في عملية البحث عن جثامين 3 شباب قضوا نحبهم غرقا في منطقة ماوت، واستمرينا في البحث عن الجثامين لمدة 13 يوما حتى العثور عليها. أيضا مع تساقط الثلوج بغزارة في المناطق الجبلية تم احتجاز قطع عسكرية من قوات البيشمركة بدون طعام ولا محروقات، لذلك قمنا رغم الظروف الجوية القاسية بإيصال المستلزمات لهم على وجه السرعة، إضافة لإيصال فرق إلى أبراج اتصالات تم تحطمها نتيجة الثلوج والعواصف لإصلاحها بسرعة، كما شاركنا في عملية القبض على عصابة للمتاجرة بالمواد المخدرة. كذلك قمنا بإيصال 8 عناصر بيشمركة أصيبوا خلال المواجهات مع مسلحي تنظيم داعش، كما شاركنا في إطفاء الحرائق في مكانين مختلفين خلال فصل الصيف في منطقة درب اندخان وبالقرب من مطار السليمانية. بالمجمل فإن عدد عمليات الإنقاذ التي قمنا بها كانت 15 حالة خلال عام 2022 المنصرم بمعدل 42 ساعة طيران فعلية، كما شاركنا في عمليات إيصال الغذاء إلى الطيور والحيوانات في المناطق الجبلية المرتفعة خاصة مع بدء موسم تساقط الثلوج.